الله تعالى يقول: "ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم". فشل يكون. الشعب، الامه، الفرد لها سمعه، واذا بهذه السمعه تذهب. اختلاف الاذواق، هذا شيء طبيعي. حتى في عائلة واحدة ولدان توأمان توأمان من أم واحد وأب واحد، اكو اختلاف بينهم في الأذواق، اختلاف الأذواق طبيعي ولكن ينبغي جمع الكلمة إذا المؤمنون تفرقوا واختلفوا لأي عامل من العوامل الأعداء يتسلطون عليهم ويدمرون دينهم ودنياهم. إحدى البلاد التي حكم فيها المسلمون كان إسبانيا الفعلية حكموا مدة طويلة مئات الأعوام حكموا في هذا ولكن في اخر الامر دب فيما بينهم داء الامم، داء الامم شنو هو؟ الاختلاف وتحكيم الاختلاف، الحجاج لماذا سلط على الكوفه؟ لاختلاف اهلها، رؤساء العشائر اختلفوا، الحجاج أخذ الكوفة ودمر الدنيا الناس ودينهم كم عام حكى أعوام طويلة هؤلاء دب إليهم داء الأمم اختلفوا أخذ بعضهم يستعين بالكفار ضد البعض الآخر المسلم ضد المسلم تدرون شنو كانت النتيجة النتيجة المسيحيون سيطروا على تلك البلاد ودمروا حضارتها أسبانيا كانت مدينة متحضرة في ظل حكم المسلمين هذا مو احنا نقوله هم الغربيين يقولون الغربيين هم كاتبين في كتبهم أنه بعد سقوط الحضارة الإسلامية في أسبانيا لم تقم لها قائمة انتهت بعد مع انها كانت مدينه حضاريه، حضاره فيها كانت متالقه. وبعدين المسيحيين حكموا الاندلس، واجبروا المسلمين على ان يخلعوا دينهم ويصبحوا مسيحيين. كل واحد صار مسيحي فبها، كل واحد ما صار مسيحي كانوا يقتلونه. في يوم واحد في ساحة واحدة أحرقوا أربعين ألف واحد من المسلمين إحراق بالنار هذه نتيجة الاختلاف إحنا يجب علينا أن نجمع الكلمة دائما واحد يجب أن لا يفرق الله تعالى يقول والصلح خير اجى رجل وامرأة عدكم بينهم خلاف اكو بعض الافراد يعمقون الخلاف الله تعالى يقول لا تعمق الخلاف لا تشوف الحق مع من والباطل مع من ربما الرجل يكون محق ربما المرأة تكون محقة لا تبحث عن منطق الحق والباطل والصلح خير بعيدا عن الحق والباطل أنه الكلمة وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهم هذا قانون فوق قانون الحق والباطل، يعني حتى اذا الرجل ظالم لامرأته، الان عندهم شكايه، ماذا تفعلون؟ تدعونهما الى الصلح وبدء حياه جديده. طبيعه الفرد يجب ان تكون طبيعه التأليف، في الحديث الشريف خير الولاة من ألف المختلف. أكو بعض الأفراد طبيعتهم طبيعة تأليف وجام وشر الولاة من فرق المؤتل